يعني هنبتدي يعني نتكلم على ان العنوان المحاضره بتاعتي ماي بيشنت از كارديك. طبعا كارديك دي كلمه فيج شويه، بس يعني هنتكلم على مني على الجايد لاين اتنشرت شويه من 2014 على البري اوبراتيف كارديو فاسكولار ايفالويشن فور بيشنت اندر جوينج نون كارديك سيرجري. وهنبتدي بان احنا بانلاستريت كيس عندنا عيان 65 يير اولد ميل بيشنت scheduled for resection of colonic cancer. The patient referred for preoperative evaluation. The patient had a history of diabetes mellitus, stroke for more than 1 year ago, hypertensive, and atrial fibrillation. The patient has severe knee osteoarthritis and he cannot use stairs. Current medication in a patient on an insulin subcutaneous or diabetic patient on ACE inhibitors on oral anticoagulant and warfarin. علشان الـ atrial fibrillation بتاعه. كل اللبس بتاعته normal، الـ heart rate بتاعته 80 beat per minute، الـ previous echocardiography done 99 months ago، وكان بي reveal normal systolic function، وعند diastolic dysfunction grade 1، و no regional motion abnormality، و normal cardiac valves. يجي يبتدي سؤال، أول حاجة وإحنا بنعمل assessment للـ preoperative assessment for cardiac or non-cardiac surgery، أول سؤال بنسأله هل الأوبريشن دي urgent ولا or emergent؟ يعني هل فيها أي emergency or urgency؟ لو أي حاجة من دي yes you have to proceed to the surgery، لكن لو لا الأوبريشن urgency أو emergent we need to assess the risk of patient. طب يعني إيه urgent ويعني emergent؟ urgent أو emergent procedure إن اللايف threatened لو الأوبريشن ما اتعملتش في خلال 6 ساعات. الأرجنت يعني اللايف threatened لو العيان لو ما دخلش الأوبريتنج روم في خلال 24 ساعة. طبعًا elective لو إحنا عملنا delay beyond this number. فأول حاجة بالنسبة لنا in this case this not emergency or urgent operation this is purely elective surgery. فالإجابة إن هي لأ it's an elective surgery. So we have to assess patient risk. يجي سؤال تاني ايه هو البيشنت ريسك اللي انا عايز ابص عليه علشان اشوف العيان ده ات ريسك اسكيميك هارت ديزيز اور كاردياك ديزيز ولا لا. عشان نشوف البيشنت ريسك عندنا 3 حاجات عايزين نبص عليهم. اول حاجه هل العيان عنده اي حاجه من الموجودين دولت اللي هو uncontrolled cardiac arrhythmia او severe valvular heart disease او acute heart failure او acute coronary syndrome. اي حاجة من دولت لو اجابتها yes we have to delay و ask for consultation or multidisciplinary meeting. لكن لو ما فيش حاجة من دولت تاني سؤال هل العيان عنده prior cardiac stent يعني حاطط stent عشان جاله قبل كده myocardial ischemia ولا لا. لو اجابته ايوة بنشوف الريسك depend على التايم والتايب الستنت اللي هو حطها. اخر حاجه لو هو اجابه السؤال ده لا برضو هل عيان عنده هاي ريسك اوف ميجور ادفيرس كارديك ايفنت. وهنفهم يعني ايه ميجور ادفيرس كارديك ايفنت حالا دلوقتي. لو الاجابه لا يبقى هنبروسيد تو سيرجري. يبقى اول حاجه سالناها هل هو العيان عنده اي حاجه من الحاجات دي. لو دي موجوده هنديلي اند اسك فور كونسلتيشن. لو لا هنشوف العيان حاطط كارديك ستنت هنشوف التايب والتايمنج بتاع الكارديك ستنت. لو لا مش عامل ده ولا ده هنشوف العيان ده ات ريسك اوف ميجور ادفيرس كارديك ايفنت اللي هي اسمها ميس. لو لا يبقى العيان ده هيبروسيد تو سيرجري على طول. لو ايوه يبقى محتاجين فاردر اسسمنت. طيب يعني does the patient at risk of major adverse cardiac event؟ يعني ايه major adverse cardiac event؟ عرفوا الميجر ادفيرس كارديك ايفنت ان هو لو عيان ان هو ات ريسك ان هو يحصل له يا اما اكيوت كرونيك سندروم يا هارت فيلير يا مايكاردال انفاركشن يا اما انستابل اريثميا يا اما ديث. اي حاجه من دول والكومباينيشن من اكتر من كذا حاجه دي بيسموها ميجر ادفيرس كارديك ايفنت. لو اكتر من 1% الانسيدنس بتاعت الميجر ادفيرس كارديك ايفنت ده بيسموها اليفيتد ريسك. يعني لازم الريسك بتاع الحاجات ده ما يعديش 1%. لو عدى 1% يبقى العيان ده at risk of major adverse cardiac event او at high risk of major adverse cardiac event. طيب
بنقيس ازاي الميجر ادفيرس كاردياك ايفنت؟ عندنا كذا سكور، حاجه اسمها ريفايزد كاردياك ريسك اندكس وده اسهل سكور، وفي حاجه اسمها مايكاردال انفارشن كاردياك اريست او ميكا سكور. احنا في المحاضره هنا هنركز على الريفايزد كاردياك ريسك اندكس او الار سي ار اي. الريفايزد كاردياك ريسك اندكس هو عباره عن سكور معموله من 6 بوينتس. اول بوينتس الريسك اوف سيرجري، ثاني بوينتس عيان عنده هيستوري في اسكيميك هارت ديزيز، وكل واحده من دي بتاخد 1 بوينت. او عيان جاله كونجستيف هارت فيليا او هيست كونجستيف هارت فيليا او هيستوري في ستروك او على انسولين ثيرابي او الكرياتين بتاعه اكتر من 2 ملي جرام بير دي سيتر. كل واحده من دي بتاخد 1 بوينت. وبعد كده بنشوف النمبر اوف بريدكتور، وبيدي ده بيترجم ل ريسك اوف ميجر ادفيرس كارديك ايفنت. يعني لو العيان ما عندوش ولا بريدكتور، زيرو بريدكتور، كلهم زيرو، هياخد الميجر ادفيرس كارديك ايفنت 0.4%. لو عنده 1 بريدكتور هيبقى 0.9%. لو عنده 2 بريدكتور هيبقى ياخد 6.6%. لو 3 او اكتر هياخد 11%. يعني بمعنى العيان عشان اقول ان هو ات ريسك اوف ميجر ادفيرس كارديك ايفنت، قلنا ان هو محتاج حاجه اكتر من 1%. يعني لازم يبقى 2 اور مور بريدكتورز عشان يقول العيان ده عنده ات ريسك اوف ميجر ادفيرس كارديك ايفنت. طيب العيان بتاعنا عنده ايه؟ العيان بتاعنا هيدخل هاي ريسك سيرجري، ده هياخد 1 بوينت. عنده هيستوري اوف ستروك وعنده انسولين ثيرابي، فهو عنده 3 بوينت. فهو بالمنظر ده هو واخد 3 predictors اللي هو واخد 11%، هو اكتر من 1%، يعني at high risk of revised cardiac risk index. يبقى السؤال تاني، does the patient at high risk of major adverse cardiac event? Yes, this patient at risk of major adverse cardiac event. طيب لو العيان at risk of major adverse cardiac event, what should we do for this patient? لازم نassess the functional status بتاعت العيان. طيب الفانكشنال ستيتس او الفانكشنال كاباسيتي دايما بنأسس بحاجه اسمها ميتابوليك ايكويفالنس. والميتابوليك ايكويفالنس ديفينيشن بتاعت ال1 ميتابوليك ايكويفالنت اللي هو البيزل اوكسجين كونسامشن لعيان عنده 40 سنه وزنه 70 كيلوغرام. طيب احنا دايما البيزل الفانكشنال كاباسيتي بتأسس بالميتابوليك ايكويفالنس وبتمثل على الاكتيفيتي بتاعت العيان. يعني بمعنى لو العيان ده ما بيقدرش يعمل حاجه غير بس ان هو يقعد على الكمبيوتر او يعمل حاجات جاست جوه البيت من غير اي مجهود، ده بياخد دايما نقول ان هو ادجاست الميتابوليك ايكويفالنت بتاعته 1. لو هو بيقدر يمشي بس ما بيقدرش يعمل اكتر حاجه من كده، يبقى الميتس بتاعه من 2 ل 3. لو هو بيقدر يطلع 2 فلايت اوف ذا ستيرز يبقى الميتابوليك ايكويفالنت بتاعته 4. لو هو بيقدر يجري يبقى الميتابوليك ايكويفالنت بتاعته من 8 ل 10. طيب امتى اقول على عيان عنده moderate functional capacity؟ لو الميتابوليك ايكويفالنت بتاعته عدت 4. يعني بمعنى ان هو يقدر يطلع 2 فلايت اوف ذا ستيرز. يبقى لو العيان يقدر الفانكشنال كاباسيتي بتاعته، يعني الميتابوليك ايكويفالنت بتاعته مور ايكوال اور مور ذان 4، يبقى ممكن نبروسيد تو سيرجري على طول، مش محتاجين في اي فرذر اسسمنت. لكن لو هي مش اكتر من كده او ما نقدرش نعمل لها اسسمنت، يبقى بنعمل محتاجين فردر كارديوبالموناري ستريس تيست. لو نلاحظ ان العيان بتاعنا عنده سيفير اوستيو ارثرايتس، هو اساسا الفانكشن كاباسيتي بتاعته ما نقدرش نحددها، مش علشان هو مش قادر يعمل مجهود، عشان هو الاوستيو ارثرايتس مخليه ان هو شويه فيه هانديكابينج. فالبيشنت في الحاله دي ما بنقدرش نعمل اسسمنت هو العيان ده فعلا عنده جود فانكشن كاباسيتي ولا ما عندوش جود فانكشن كاباسيتي. فالعيان دي في الحاله دي هنحتاج فردر كارديوبالمونري ستريس تيست. الكارديوبالمونري ستريس تيست هو عباره عن ايه؟ في ستريس ايجنت، يعني لازم اسال هو ازاي انا هعمل ستريس للهارت؟ ازاي انا هانديوس ستريس للهارت عشان اشوف العيان ده هيحصل له اسكيميا ولا لا؟ فيا اما اخلي العيان يجري على تريدميل، او اديله دراجز يخلي الهارت يجري زي الدوبيتامين، او اعمل له سام سورت اوف ستيل فينومنا زي اديله فارماكولوجيكال ايدنت زي الادينوزين. ده ستريس ايجنت. وبعد ما استريس الهارت بشوف اصور العيان ازاي، ازاي اقدر كولكت انفورميشن ريجاردنج ذا ستريس هارت. يا اما اشوف الاي سي جي بتاعه لو انا هيعمل اكسرسايز، يا اما اشوف ايكو، يا اما اصوره بحاجه اسمها تكنيشن او ثاليوم ستادي. يبقى الكارديوبالموناري ستريس تيست هو شقين، شق بيشوف الستريس ايجنت عشان يعمل ستريس للهارت، والجزء الثاني بيعمل ايمجنج يشوف الاسكيميا اللي حصلت سواء عن طريق اي سي جي، ايكو او ثاليوم.
فلو العيان يقدر يعمل اكسرسايز ممكن نعمل له اكسرسايز اي سي جي او اكسرسايز ايكو. لكن لو ما قدرش يعمل اكسرسايز عشان مثلا فور اكزامبل زي العيان بتاعنا هو عنده اوستيو ارثرايتس, فهنعمل له فارماكولوجيكال اكسرسايز زي فيتامين ايكو اور بوتاسيوم ستادي. العيان بتاعنا عمل دايبريدامول ثاليوم وكان ونورمال والديسيجن واز تيكن تو بروسيد تو ذا سيرجن. هو ما عندوش حاجه والهارت بتاعه ما فيش اسكيميك هارت ديزيز, فكان الديسيجن ان احنا بروسيد تو سيرجن. بس قبل بروسيد تو سيرجي عايزين نسال سؤال, هل العيان ده محتاج نعمل له ايكوكارديوجرافي ولا لا, ريستنج ايكوكارديوجرافي ولا لا؟ في يعني حاجه مهمه جدا لازم نعرفها, ان الروتين ايكو از نوت ريكومندد في الجايد لاين. والايكو كارديوجرافي ليه انديكيشن تتعمل في العيانين. الانديكيشن بتاعتها اول حاجه لو انا عندي كلينيكال سسبيشس لمودريت تو سيفير فالفولار هارت ديزيز, بالذات لو انا ما عنديش ستادي اكتر من 1 يير او ما فيش تشينج في الكلينيكال ستيتس بتاع البيشنت. دي اول انديكيشن. نمره 2, عيان كلينيكال ستيبل previous note ان عنده LV dysfunction بس هو عامل اكتر من سنه الايكو, فممكن ان انا ساعتها اعمل ايكو. يعني عيان عنده left ventricular dysfunction والايكو بتاعه بقاله اكتر من سنه, فساعتها ممكن ده justified ان انا اعمل له echocardiography. او عيان هو في heart failure دلوقتي وفي dyspnea, او عنده dyspnea of unknown origin. دي الاربع indications اللي هي بتخليني اعمل resting echo. لكن مش زي ما احنا بنعمل دايما ان انا اي عيان بخش عليه اطلبه يعمل له ايكو. الايكو ده ليه انديكيشن ريستنج ايكو, بالذات ان الريستنج ايكو حتى لو طلع سليم ده ما مش بيقول لي ان العيان ده مش ات ريسك اوف ميجر ادفيرس كاردياك ايفنت. لان ميجر ادفيرس كاردياك ايفنت ده اسكيميك ايفنت هتحصل ديورنج ستريس مش ديورنج ريست. طب في السؤال تاني عشان نجاوب عليه, وي دو ريستنج ايكو في العيان ده تحديدا؟ لا. ليه؟ لان العيان ده اساسا عامل ايكو في التسع شهور اللي فاتوا, فهو ما عداش عليه سنه وما فيش تشينج في السيمتوم, فمش محتاجين نعمل له ايكو تاني. طيب هل نيوز البيتا بلوكر في العيان ده ولا لا؟ البيتا بلوكر بدات قصتها في 2001 او 2002 بستادي كبيره جدا واتنشر عليها كانت اوبزرفيشن ستادي, وقالوا ان البيتا بلوكر بتحسن قوي العيانين دلوقتي وبتقلل مايوكارد الاسكيميا في البري اوبريتيف, لغايه ما حصل عليها شويه ديبيت في 2008 لما طلع حاجه اسمها بوز ستادي, ولو ان البيتا بلوكر بتزود الانس اوف ستروك, فبدات البيتا بلوكر تقنن شويه في اليوز ديورينج اوبريشن في العيانين اللي ما كانوش على بيتا بلوكر اوريدي. طيب السؤال هنا, العيان ده ما بياخدش بيتا بلوكر قبل العمليه, اديله بيتا بلوكر ولا ما اديلوش بيتا بلوكر؟ في الجايد لاين في 2014 لو العيان كان ماشي على بيتا بلوكر بيفور اوبريشن لازم نكمل بيتا بلوكر براته, ده كلاس 1 انديكيشن, ده ما فيهاش فصال. عيان بياخد بيتا بلوكر قبل العمليه هنكمل عليه بيتا بلوكر. لكن لو عيان ما بياخدش بيتا بلوكر نرجع تاني للريفايز كاردياك ريسك اندكس. لو الريفايز كاردياك ريسك اندكس بتاع العيان 3 او اكتر يبقى العيان ده ريزونبل تو بيجين بيتا بلوكر قبل العمليه, حتى لو ما كانش ماشي على بيتا بلوكر, ده يقلل الريسك اوف بوست اوبريتيف مايوكارديال ادفيرس ايفنت. فالعيان بتاعنا ده الريفايز كاردياك ريسك اندكس 3, فاجابه السؤال يس وي شود يوز بيتا بلوكر ان اور بيشنت. يعني هنبتدي بيتا بلوكر للعيان ده قبل العيان ما يخش العمليه. طيب السؤال اللي يجي بعديه, when to start beta blocker before operation. لازم نستارت بيتا بلوكر على الاقل يوم قبل العمليه, لكن should not be start on the day of surgery. ليه؟ الاجابه الصريحه للسؤال ده لان عايزين تيست السيفتي بتاعت البيتا بلوكر, وايديالي ان البيتا بلوكر تبتدي تيستد 1 ويك بيفور اوبريشن. العيان ياخد البيتا بلوكر وتتابع ضغط العيان, لو ضغط العيان بدا يقل عن المفروض هو كان عليه هتوقف البيتا بلوكر. فالجايد لاين طلع ان انت على الاقل يبقى في يوم قبل العمليه تتست فيه البيتا بلوكر, هيحصل عنده هايبوتنشن ولا مش هيحصل له هايبوتنشن, لكن ما تديش بيتا بلوكر ديورينج اوبريشن او ديورينج ذا داي اوف سيرجري. طيب العيان ده بالصدفه هو مش بس ات ريسك اوف ميجر ادفيرس كاردياك ايفنت, هو عنده اتريال فايبريشن. طب ازاي اسيس البيشنت اللي هو عنده كرونيك اي اف بيفور اوبريشن؟ هنلاقي نبص هنا دي الفلو شارت اللي احنا اللي ممكن نشوفها او نفولو العيان اللي عنده اتريال فايبريشن. اول حاجه سؤال نسالها تايم اوف سيرجري. لو تايم اوف سيرجري طبعا امرجنسي دايما هنبروسيد للسيرجري دي في اي اسيسمنت, اي امرجنسي بروسيجر هنبروسيد للسيرجري من غير اي حاجه.
لكن لو هي إلكتف انا عايز ابص على ثلاث حاجات مهمه قوي. اول حاجه، هل هي وفي هيستوري اوف فالف هارت ديزيز او سيربرو فاسكولار ديزيز؟ انا عندي ما عندوش فالف ديزيز بس عنده ستروك. تاني حاجه الفيزيكال اكزام، هل الهارت ريت ده كنترولد ولا لا؟ يعني ايه كنترولد؟ كنترولد يعني الهارت ريت اقل من 100 بيت بير مينيت. لو الهارت ريت مش كنترولد يعني اكتر من 100 هنبوستبون السيرجري لغايه ما الهارت ريت يبقى كنترولد. لكن لو الهارت ريت بتاعته اقل من 100 هنبروسيد تو هنبروسيد تو سيرجري على طول. ثالث حاجه، علشان دايما عيانين اتريال فيبريليشن بيبقى عنده بياخدوا انتي كواجليشن علشان يمنعوا الثرومبوليزم، هنعمل ايه في الانتي كواجلانت؟ هنوقفها؟ هنمشيها؟ what should be done for anticoagulation؟ ده السؤال اللي هيجي بعدين. How should I manage anticoagulation before operation؟ الانتيكواجليشن before operation هيتسأل فيها ثلاث أسئلة مهمين جدا. أول حاجة، which anticoagulant is person receiving؟ هو إيه نوع الانتيكواجلانت العيان بياخده؟ ده أول سؤال. ثاني سؤال، what is the bleeding risk of the procedures؟ إيه الريسك بتاع procedure bleeding risk بتاعه عامل إزاي؟ ثالث سؤال، what is the thrombotic risk of the patient؟ يبقى الثلاث أسئلة دي هتقول لي أنا هعمل إيه في الانتيكواجلانت اللي العيان ماشي عليه. يبقى أول حاجة، which anticoagulant العيان بياخده؟ عندنا نوعين كبار جدا من anticoagulant، either direct oral anticoagulant أو vitamin K antagonist اللي هو الماريبان. direct oral anticoagulant اللي هو زي الزاريلتو والليكويس والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي. طيب لو هو عيان بياخد direct oral anticoagulant، السؤال الثاني، ايه الـ bleeding risk of the procedures؟ لو الـ bleeding risk بتاعنا قليل هنستوب 24 ساعة before operation. لو البليدنج ريسك بتاعتي مودريت اور هاي هنستوب 48 ساعه بفوت اوبريشن. في الحالتين يا جماعه ما بنعملش بريدجنج، وهنفهم يعني ايه بريدجنج بالتفصيل في الدايركت او النيو اورال انتي كواجرنت. باي ذا واي 24 ساعه و48 ساعه ده في العيانين النورمال كيدني فانكشن، لكن لو عيان عنده اب نورمال كيدني فانكشن وبياخد نيو اورال انتي كواجرنت الفترات دي بتزيد اكتر من كده، وليها جدول موجود بإزاي الكرياتين كليرانس بيقول لي أنا هوقف الدرج بقى قبليها بكام يوم. لكن أنا بتكلم على عيان نورمال كيدني فانكشن. لكن لو العيان بياخد فيتامين كي أنتاجونست اللي هو زي الماريفان زي العيان بتاعنا، برضو هنقول what is the bleeding risk of the procedures. لو bleeding risk of the procedure قليل مش هنعمل interruption للماريفان خالص، هنكمل عليه. لكن لو البريدنج ريسك مودريت اور هاي هنستوب 5 داي بيفور بروسيجرز، وهنديسايد على البريدجنج، هل العيان محتاج بريدجنج ولا مش هياخد بريدجنج. طيب هو ايه البريدجنج ده؟ يعني ايه او بنقول ايه البريدجنج ده؟ ايه هو الاكزامبل اوف ذا بروسيجر ريسك؟ ايه هي حاجات اللو ريسك اوف بليدنج والمودريت هاي ريسك اوف بليدنج؟ اللو ريسك اوف بليدنج زي الكولونوسكوب، زي الدنتال اكستراكشن، زي الكاتراكت، زي الدرماتولوجيكال بروسيجرز، دي كلها لو ريسك اوف بليدنج. المودريت اور هاي اي حاجه تانية، اي حاجه ابدومينال، ثراسيك، نيوراكزيال كارديك، اوفثالميك برضو بس مش كاتراك زي بوستيريو تشامبر، كل الحاجات دي مودريت تو هاي ريسك اوف بليد. طيب يعني ايه بريدجنج؟ بريدجنج يعني ان انا بديسكونتينيو الماريفان 5 دايز بيفور سيرجري، وبعدين بنستارت اللو مونيكولار ويت اور انفريكشنتد هيبرين عند دي 3 بثيرابيوتيك دوز، يعني بدي كليكسان 80 ملي جرام كل 12 عند تالت يوم بعد ما وقفنا مريفان من تلات ايام، من خمس ايام، يعني نوقف مريفان خمس ايام نعد تلات ايام ونبتدي الهيبرين سواء لو موليكولار ويت هيبرين او هاي موليكولار ويت هيبرين، وبعد كده بنشوف الاسيس اي ان ار يومين قبل العمليه. لو الاي ان ار لسه عالي اكتر من 1.5 بندي فيتامين كي علشان نقلل الاي ان ار، وبعد كده بنديسكونتينيو لو موليكولار ويت 24 ساعه قبل العمليه لو كان هو لو ميبر ويت هيبرين او الانفريكشن هيمت 6 ساعات قبل العمليه. ده معناها بريدجنج، يعني من بريدج الفتره اللي هيقف فيها الماريفان بنوع ثاني من الهيبرين سواء لو مونيكولار ويت او هاي مونيكولار ويت. مش كل العيانين بيحتاجوا بريدجنج، عشان الناس كانت فاهمه ان لو انا بقف الماريفان لازم ما ادي انتي لو مونيكولار ويت او هاي مونيكولار ويت. يعني البريدجنج دي از نوت مانداتري في كل العيانين. مين بيحتاج بريدجنج ومين ما يحتاجش بريدجنج؟ طيب
decide on the bridging according to the patient risk. عندنا 3 categories of the patient. Patient low risk. Low risk بيعتمد على حاجتين. أول حاجة بنحسب له حاجة اسمها تشارد باسكو سكور. لو تشارد باسكو سكور بتاعه أقل 4 ما عندوش براير ستروك مش هنعمل بريدجنج خالص. يعني مش هنعمل بريدجنج؟ يعني العيان هنوقف المريفان 5 أيام من غير ما نحط له لو موليكولار ويت هيبرين أو هاي موليكولار ويت هيبرين. طيب وفي عيانين هاي ريسك. الهاي ريسك حاجة من دولت يا إما تشارد باسك أكتر من أو يساوي 7 أو ريسن ستروك أو تي أي إيز أقل من 3 شهور أو مركب ميكانيكال فالف. أي حاجة من دولت لازم يحتاج بريدجنج. يعني لازم أوفرلاب الفترة اللي هيوقف فيها المريفان ب هيبرين سواء لو موليكولار ويت او هاي موليكولار ويت. يبقى الجزء اللي في النص اللي هو تشارد فاسك من 5 ل 6 ده هعمل في ايه؟ هنكونسيدر بريدجنج لو العيان نفسه البليدنج ريسك بتاعه قليل. طب هم مين العيانين اللي عندهم بليدنج ريسك عالي؟ اللي هم عندهم بليتلت كاونت قليله او ماشيين على انتي بليتلت ثيرابي او حصل لهم بليدنج من بريفيوس بريدجنج بروسيدجرز. لو العيان مش في الكاتيجوري ده يبقى هو عنده لو بريدنج ريسك وعنده ستروك اكتر من 3 شهور. لو توفر فيه الشرطين دولت وهو داخل في التشارد فاسك 5 ل 6 انا هكونسيدر فيه ريدجنج. طيب تعال نبص للعيان بتاعنا. العيان بتاعنا هو سكيدول فور سيكشن اوف ذا كولونيك كانسر 65 سنه دايابيتك وستروك وهايبرتنسيف واقف وعلى مريفان. يبقى اول سؤال ايه هو الانتي كواجلانت اللي العيان ده بياخده؟ ده بياخد فيتامين كي انتاجونست هو بياخد مريفان. ايه البليدنج ريسك اوف ذا بروسيجر اللي هي كرونيك ريسكشن اوف ذا كرونيك كانسر مودريت تو هاي ريسك؟ ايه الثرومبوتيك ريسك اوف ذا بيشنت؟ الراجل ده ما حسبناه تشارد فاسك طلع 5. طيب في ضوء الكلام التلات معلومات دي ازاي انا اموديفاي الاورال او الانتي كواجلانت بيفور اوبريشن؟ تعال نبص الالجوريثم بتاعنا. اول حاجه هو بياخد فيتامين كي انتاجونست وهو علشان ابدومنال سيرجي مودريت تو هاي ريسك. فمبدئيا هنستوب المريفان 5 ايام قبل العمليه وبعد كده هنديسايد بريدجنج اكوردنج تو بيشنت ريسك. وقلنا هنحسب البيشنت ريسك ازاي؟ هنحسب البيشنت ريسك عن طريق تشايلد باسك سكور. العيان ده تشايلد باسك سكور بتاعه 5 يعني هو واقع في الكاتيجوري ده. هو ما عندوش الريسك بليدنج بتاعه قليل لانه هو البليتد كاونت بتاعته نورمال وجاله ستروك من اكتر من 3 شهور فهو ده كونسيدر ان احنا نعمل له بريدجنج علشان هو بيفول فيلينج الكرايتيريا دي. يبقى تو سمرايز لو انت عايز تتكلم على العيان هاو تو اسيس بيشنت فور كارديك فور نون كارديك سيرجي اول سؤال بنساله التايمنج اوف سيرجي. لو هو ايمرجنت بروسيد تو سيرجي على طول ما فيهوش كلام. لو هو الكتيف هل البيشنت ده عنده اكيوت كرونيك سيندروم؟ لو يس لازم تبوستبون السيرجي على طول. لو نو هنستيميت الريسك اوف ميجر ادفيرس كاردياك ايفنت. يعني نستيميت الميجر ادفيرس كاردياك ايفنت هنكالكوليت الريفايز كاردياك ريسك اندكس. عندي حاجه من اثنين، لو الريسك طلع قليل اقل من 1% هنبروسيد تو سيرجري. لو اليفيتد ريسك هنأسس الفانكشنال كاباسيتي. وقلنا قصه الميتابوليك ايكوفلنس العيان قاعد على الكمبيوتر بيتمشى بيطلع سلالم و9 على 10 وبيجري. لو قلنا العيان عنده good functional capacity بمعنى ان هو الفانكشنال كاباسيتي بتاعته 4 او اكتر يعني اتليست بيطلع 2 flights of the stairs هنبروسيد تو سيرجري. لكن لو كان اقل من كده او ما بنقدرش نقدر ناسس هنبوسبون السيرجري وهنكونسيدر ان احنا نعمل طبعا هنعمل كارديو كونسلتيشن عشان هو اللي برضه هيديسايد التايب بتاع الستريس تيستنج المطلوب. طيب وقلنا ان احنا الايكوكارديوجرافي از نوت روتين ريكويرد بس لازم بس بالذات ممكن نطلبه لو هو افيلبل وذين 1 يير والبيشنت عنده مودريت تو سيفير فالفرس ديزيز فهو ما عنديش ستادي في خلال السنه اللي فاتت او نون ال في ديز فانكشن او عنده هارت فيلير وفي ورسن اوف سيمتومز او عنده ان نون كوز اوف ديث. يبقى الحاجات دي لو هو في حاجه من دول ممكن نطلب ريستنج ايكوكارديوجرافي. وقلنا بنتكلم عن الاي اف ان التايمنج اوف سيرجري برده مهم. لو هو ايمرجنسي هبروسيد تو سيرجري. لو الكتيف في الاي اف بنسال على ثلاث حاجات الهيستوري اوف فالفر هارت ديزيز وسيرب فاسكولار ستروك. الفيزيكال اكزام بنسال هل الهارت ريت كنترول؟ يس هبروسيد تو سيرجري. نو لا هنبوستبون السيرجري والكنترول معناها ان الهارت ريت اقل من 100.
واخر حاجه بنشوف الانتي كواجريشن. واتكلمنا عن الانتي كواجريشن بالتفصيل، سواء هنحتاج بريدجنج او مش هنحتاج بريدجنج. شكرا جدا.